بسم الله الرحمن الرحيم. نوفمبر 2014 بيبر 2 اللي أصبحت لاحقا بيبر 3 السؤال التاسع من منهج الكور منهج يير 9. السؤال هنا يا جماعة سؤال جميل وفي فكرة عن الترانسفورمرز. بيقول لي figure 9.1 shows a transformer used to allow lamps of different voltage rating to be operated. ده يا جماعة ترانسفورمر مصمم انه يشغل لمبات ماشي بس مختلفة عن بعض في الفولتج، يعني يشغلك مثلا لمبة 90 فولت لمبة 100 فولت كده يعني. طيب في هنا 500 لفة وهنا 500 لفة، الله ده عدد اللفات قد بعض ومدخل لي من هنا 240 فولت. يبقى معنى كده يا جماعة انه لو وصلنا هنا المفروض ان ده هيقرأ هو كمان 240 فولت، بما ان عدد اللفات هنا اكواز عدد اللفات هنا، يبقى الفولتج اللي هنا هو الفولتج اللي هنا، تمام؟ بس هو مش بيعمل كده، هو مش بياخدهم كلهم، هو بيوصل ما بين دي ودي مثلا، فبالتالي لما وصل ال W وال X يبقى اللفات دي ملغيه، كانها مش موجود، فكده اصبح كانه ستيب داون ترانسفورمر. طب ولو وصل ما بين X و Y يبقى اللفات دي كده ملغيه، يبقى دي كده اهي، ده كده ملغي، ده كله ملغي، تمام؟ يبقى وكان هي دي عدد اللفات. كذلك لو وصل ما بين W وهكذا، فهو يقدر يوصل ما بين اي نقطتين من دول بحيث يتحكم في عدد اللفات اللي في السكندري. تعالوا نشوف الراجل عايز يقول ايه، تعالوا نشوف الراجل هنا يا جماعه محتاج يقول لي ايه. بيقول لي electrical connection to the secondary coil can be made at four places W X Y و Z. A piece of metal P provides magnetic link between the coils. Name this part of the transformer و P ده مصنوع من ايه؟ حبايبي هو ده الجزء اللي بيتكلم عليه، الجزء بي ده هو ده اللي بيوفر ماجنتيك لينك وليس الكتريكال لينك ما بين البرايمري والسكندري، تمام؟ ده يا جماعه اسمه الايرون كور وهو مصنوع قطعا من سوفت ايرون، هو اسمه الايرون كور ومصنوع من سوفت ايرون. بيقول لي لامب ديزاين تو لايت ات نورمال برايتنس وذ 120 فولت. لمبه يا جماعه كل اللي محتاجاه 120 فولت. Lights normally when connected between W and X وشغالة زي الفل لما بنوصلها بين W X. Calculate the number of turns between W and X. بصوا يا جماعة انت دلوقتي عندك 240 فولت، احنا هنوصل لمبة من بين W X، اللمبة دي يا جماعة 120 فولت، ولما وصلناها هنا اشتغلت زي الفل. اذا معناها يا جماعة ان انا لو خدت W X يبقى W X كده يبقى نلغي ده، يبقى وكأن دي عدد اللفات اللي في البرايمري ودي عدد اللفات اللي في السكندري، تمام؟ طيب ممكن يقول لي number of turns ما بين W و X. طيب أنا عندي قاعدة بتقول لي N in على N out equals V in على V out. عدد اللفات في البرايمري 500، طب عدد اللفات في السكندري 500؟ لا لا لا، ده السكندري دلوقتي بالنسبة لي ما أصبحش كله، ده أصبح اللي ما بين W X بس. دول بكام؟ الله أعلم، بس اللي نعرفه أن داخل لي 240 فولت وخارج 120 فولت، لأن هو قال لك أن اللمبة دي بتشتغل على 120 فولت بس، وهي كده اشتغلت تمام. يبقى هنقول له يا جماعة بكل بساطة عندي 500 لفة في البرايمري، كام لفة في السكندري اللي هم دول؟ طبعا هو بيتكلم على مين؟ على دول بس، الشوال دول الواي وزد دول ملغيين. عندي 240 فولت على البرايمري، عندي 120 فولت على السكندري، قول لي والله عدد اللفات دول اللي ما بين W X هيبقى كام؟ يبقى يا جماعه الموضوع ببساطه ان ان على ان اوت ايكوالز في ان على في اوت، يبقى يديني 500 على ان اوت ايكوالز الارقام دي هيطلع 250 لف، يبقى عدد اللفات اللي ما بين W X هي 250 لف. فبيسالني سؤال، ده المارك سكيم طبعا لو تحب تطلع عليه. بيقول لي اللمبه ام بي از ناو كونكتد ما بين اكس واي. Describe and explain what happens with the lamp. تعالوا يا جماعة خلاص افتكروا معايا يا جماعة، افتكروا يا جماعة ان احنا دي كانت 240 فولت، دي 500 لفة، وقلنا الشوية دول كده اللي هم اللي فوق، الشوية اللي فوق دول اللي هم دول كانوا مش عارف 250 لفة، شال اللمبة من هنا وصلها هنا، شال اللمبة من هنا وصلها فين؟ وصلها هنا، تمام؟ اهو اهو، يعني اصبحت عدد اللفات هي دي. فبيقول لي ايه اللي هيحصل اللمبه؟ من الواضح يا جماعه ان عدد اللفات اللي ما بين اكس واي اقل من عدد اللفات اللي ما بين دبليو اكس، فنظن يا جماعه ان الفولتج اللي هيطلع عند اللمبه فولتج اقل، فولتج اقل. ركز كده، ركز، شايف هنا؟ شايف عدد اللفات اللي ما بين دبليو اكس قد ايه؟
كتير. شايف عدد اللفات اللي ما بين اكس وواي قد ايه يا جماعه؟ اقل. تمام؟ فايه اللي هيحصل يا جماعه؟ اللي هيحصل بكل بساطه ان وبما ان اللمبه دي محتاجه 120 فولت، اكيد اللمبه دي لما تتوصل ما بين اكس وواي على عدد اللفات القليل خالص ده مش هيوصلها 120 فولت يا جماعه، هيوصلها اقل. اللمبه يا جماعه ركز، اللمبه لما كانت هنا ها على عدد اللفات دي كلها وصلها 120 فولت، يبقى اظن لما اللمبه تبقى على عدد لفات اقل هيبقى اقل من 120 فولت، يبقى مش هتنور بنفس الكفاءه. يبقى هنقوله ببساطه brightness of lamp decreases because smaller output voltage as lamp is connected to fewer number of turns of the secondary coil. تمام؟ ايه اللي هيحصل بقى يا جماعه لللمبه اللي هي عايزه 120 فولت لما وصلها ما بين دبليو زد؟ طبعا يا جماعه دي الثلاث درجات بتاعت هذا السؤال. تعال نبص على السؤال اللي بعده. بصوا بقى هيعمل ايه يا جماعه؟ هيوصل اللمبه بدل كده يوصلها ما بين دبليو زد. يا نهار ابيض، ما كده عدد اللفات دي قد عدد اللفات دي، 500 لفه و500 لفه، يبقى دي 240 فولت. يبقى هيطلع لي هنا كام يا جماعه؟ 240 فولت زيهم، لان عدد اللفات في البرايمري قد عدد اللفات في السكندري. الله الله الله، بس ثانيه واحده، اللمبه دي اخرها 120 فولت، اكتر من 120 فولت مش هتشتغل، هتتحرق معايا. يبقى ايه اللي هيحصل للمبه في الحاله دي؟ والله لو وصلت اللمبه ما بين دبليو زد اللمبه دي فور شور هتتحرق ومش هتكمل شغل معاك. تمام؟ يبقى هنقوله لامب وود بلو، وارجو انك تكون فهمت ليه. ودي اجابه المارك سكيم على هذا السؤال. انا شايف ان ده بصراحه من اقوى اسئله الترانسفورمرز اللي تفهمك العلاقه ما بين البرايمري كويل والسكندري كويل من حيث عدد اللفات.